And that also the contrast that it says in Colossians and in all assemblies, where it says, whatever has been prophesied and what was spoken, he does the deeds with the rules and appeal of the Islam of Sahati. نتعرف به على بعض الغدد في جسم الإنسان، لأن سبق أن تعرفنا في الدرس السابق على الغدد، وهي غدد ذات إفراز خارجي وغدد ذات إفراز داخلي وغدد مختلطة، فأخذنا بعض الأمثلة من الغدد المختلطة والغدد ذات الإفراز الخارجي، وأخذنا مثال من الأمثلة على الغدد ذات الإفراز الداخلي وهي الغدة المقامية، وسبق أن تعرفنا عليها وشرحناها بشكل مفصل، وأهم من الهرمونات المفروضة لها. ونتعرف أيضا على مثال آخر عن الغدة التي إفرازها يكون داخليا، وهذه الغدة هي الغدة الدرقية فقط. عزيزي الطالب، هذه الغدة أسفل الحنجرة مباشرة، أسفل الحنجرة مباشرة. لاحظ عزيزي الطالب هنا على الرسم، تابع معي، غدة تقع أسفل الحنجرة مباشرة، تتكون من فصين، فص أيسر وفص أيمن. هذه الغدة الدرقية فصين أيمن وأيسر وفص ثالث علوي يسمى الفص الهرمي، الفص الهرمي. بين هذين الفصين موجود لدينا منطقة تسمى البرزخ، بين الفص الأيمن والفص الأيسر هنا منطقة تسمى البرزخ، هذه هي الغدة الدرقية، فهنا سيكون لدينا البرزخ، تتكون من ثلاث فصوص، فص هرمي علوي، فص أيسر، فص أيمن. ويوجد بينهما فاصل أو حاجز يعرف باسم البرزخ. عزيزي الطالب، هذه الغدة، الغدة الدرقية، مسؤولة عن إنتاج هرمون يعرف بهرمون الثايروكسين. الثايروكسين هو هرمون مفرز من الغدة الدرقية، له أهمية كبيرة في تنظيم فعاليات الجسم المختلفة. إن أي اضطراب في عمل الغدة الدرقية يكون عائدا إلى زيادة أو نقص في إفراز الثايروكسين أو في هرمون الثايروكسين المفرز منها، إما زيادة أو نقصان. فإذا كان هناك نقص في إفراز هرمون الثايروكسين سيكون بسبب أولا ضمور الغدة الدرقية أي صغر حجمها، ضمور الغدة الدرقية. ثانيا قلة فعالية الغدة الدرقية، وهنا بسبب نقص عنصر مهم من العناصر الغذائية في الجسم، من العناصر التي نتناولها أو لازم تكون موجودة ضمن غذائنا، وهو عنصر اليود. قلت فعالية الغدة الدرقية بسبب نقص عنصر اليود في الجسم، مما يؤدي إلى تضخم الغدة الدرقية للتعويض عن هذا النقص. يترتب على نقص هرمون الثايروكسين المخرج من الغدة الدرقية مجموعة من الأعراض، منها أولا قلة في معدل التأمين الغذائي، ثانيا قلة في عدد ضربات القلب وانخفاض درجة حرارة الجسم. عزيزي الطالب، أما زيادة هرمون الثايروكسين المفرز من الغدة الدرقية فيكون أو يعود إلى سببين، هما أول زيادة حجم الغدة الدرقية، وثانيا زيادة تقاعدية الغدة الدرقية. أيضا عزيزي الطالب، نلاحظ بعض الأعراض المترتبة على زيادة إفراز
سيروسي. من هذه الأعراض أولاً زيادة في معدل التفكير الغذائي، ثانياً زيادة في عدد ضربات القلب، ثالثاً ارتفاع ضغط الدم، رابعاً ضمور العضلات الإرادية الهيكلية. لاحظ ضمور في هذه العضلات. عزيز الطالب، نتعرف على غدد أخرى إفراز داخلي. موجودة هذه الغدد فوق كليتين. تعرف هذه الغدد بالغدتان الكظريتان أو الغدد الأدرينالية. الغدتان الكظريتان هما غدتان هرميتا الشكل تقعان فوق كل كلية. تتكون من طبقتين. هذه الغدة تتكون من طبقتين. خارجية تعرف بالفكرة تكون صفراء اللون، وداخلية الطبقة الداخلية تكون رمادية اللون تعرف باللون لب الغدة الكظرية. هنا نلاحظ طبقتين في الغدة الكظرية، طبقة خارجية صفراء تعرف بالفكرة، وطبقة داخلية رمادية اللون تعرف بهب الغدة الكظرية. لكل من القشرة واللب في الغدة الكظرية وظائف معينة أو إفراز مجموعة من الهرمونات التي تساعد في تنظيم فعالية من فعاليات الجسم المختلفة. فوظيفة قشرة الغدة الكظرية تتمثل بإفراز مجموعة من الهرمونات، منها أولاً الهرمونات إفراز الهرمونات المعدنية التي تسيطر على التوازن المائي والملحي في الجسم. إفراز ثاني هو إفراز الهرمونات السكرية. هذه الهرمونات تسيطر على معدل تفكير الكربوهيدرات في جسم الإنسان. الإفراز الثالث هو إفراز هرمونات جنسية. هذه الهرمونات تسيطر على ظهور الصفات الجنسية الثانوية في جسم الإنسان. ظهور الصفات الجنسية في جسم الإنسان. عزيزي الطالب، إن توقف أو استئصال قشرة الغدة الكظرية سوف يؤدي إلى مجموعة من الأعراض تظهر على الشخص، منها الضعف العصبي وانخفاض ضغط الدم وتلون الجلد باللون البرونزي. جميع هذه الأعراض هي لمرض يعرف بمرض هاديسون. عزيزي الطالب، تابع معي. مرض هاديسون هو مرض ناتج عن استئصال أو توقف عمل قشرة الغدة الكظرية. بالأعراض الآتية وهي انخفاض ضغط الدم والضعف العقلي. وميزة أخرى هي عارض آخر هو تنوع الجلد باللون البرونزي.
نظرية أو استئصالها تظهر بعض الأعراض للمصابين بهذا المرض، منها الضعف العقلي وانخفاض ضغط الدم وتلون الجلد باللون البرونزي. أما عجوز الطفل وظيفة لب الغدة الفقرية تكون متمثلة بإفراز أيضا مجموعة من الهرمونات، منها إفراز أولا إفراز هرمون يؤثر على زيادة فعالية ونشاط القلب وزيادة ضرباته في الحالات المفاجئة. ثانيا إفراز هرمون أو المحافظة على ضغط الدم والضغط الدم الطبيعي بالحدود الطبيعية ومعدل التأكل الغذائي الاعتيادي. عزيز الطالب، انتبه للتفكير، الغدد هي تراكيب خلوية خاصة مختلفة الأشكال والأقدام، لها أو وظيفتها إفراز مواد معينة، هذه المواد هي إنزيمات أو هرمونات. تسهم في انتظام عمل جسم الإنسان ونموه وبقائه. عزيزي الطالب، الغدد الصلب هي مجموع الغدد الموجودة في جسم الإنسان يكون إفرازها داخليا، أي بدون الحاجة إلى عقل، تفرغ إفرازها مباشرة بالدم، أي لا توجد لها فتحات إلى خارج الجسم. عزيزي الطالب، إليك بعض الأسئلة المتعلقة بالدم في هذا اليوم. سؤال: عدد وظائف الغدة الفقرية. كما قلت قبل قليل عزيزي الطالب، أن الغدة الفقرية توجد فيها طبقتين هما القشرة واللب، ولكل من القشرة إفراز مجموعة من الهرمونات. هذه الهرمونات هي أولا هرمونات المعدنية التي تسيطر على التوازن المائي والملحي في جسم الإنسان. ثانيا إفراز الهرمونات السكرية التي تسيطر على معدل تكوين الكربوهيدرات في الجسم. والنوع الثالث أو الإفراز الثالث هو الهرمونات الجنسية، إفراز الهرمونات الجنسية التي تسيطر على ظهور الصفات الجنسية في جسم الإنسان. هذا بالنسبة لإفرازات قشرة الغدة الفقرية. أما إفرازات لب الغدة الفقرية متمثلة بنوعين من الإفرازات: إفراز هرموني يؤثر على زيادة فعالية ونشاط القلب وزيادة عدد ضرباته في الحالات المفاجئة. وظيفة أخرى هي المحافظة على ضغط الدم الطبيعي ضمن الحدود الطبيعية وعلى التأكل الغذائي الاعتيادي. أيها الطالب، إذا ورد السؤال عن وظيفة الغدة الفقرية فستعطي هنا وظائف قشرة الغدة ووظائف لب الغدة، وكذلك بالنسبة إلى ورد إلى السؤال ما وظيفة الغدة النخامية التي سبق أن شرحناها في الدرس السابق. فهنا كما تعلمت أنه الغدة النخامية أيضا تتكون من صفين، قسط أمامي وقسط خلفي، لكل القسط الأمامي والقسط الخلفي مجموعة من الهرمونات التي تسيطر أو تنظم عمل معين بجسم الإنسان. عزيز الطالب، سؤال آخر، اكتب الإجابة الصحيحة للعبارات الآتية: أول، عند نقص إفراز هرمون، عند نقص إفراز هرمون الثيروكسين فإن الشخص يعاني من أليف، دموع
العضلات، ب جسوم العظم، ج قلة ضربات القلب، د ارتفاع ضغط الدم. الحين الثالث ثلاث سبب أنت عرفت أنه تنقص إفراز هرمون الثيروكسين يترتب عليها مجموعة من الأعراض، وأن هذه الأعراض هي قلة في عدد ضربات القلب. فيكون الجواب أو الاختيار الصحيح هو جي قلة ضربات القلب. نقطة أخرى، إذا حدث أي خلل لوظيفة الغدة الكظرية سيؤثر ذلك على حديث ظهور الصفات الجنسية، ب توازن الجسم المائي، ج توازن الكيل الكربوهيدرات، د المحافظة على ضغط الدم. الجزء الثالث سيكون الجواب أو الاختيار الصحيح هو فرق د المحافظة على ضغط الدم، لأنها من ضمن الوظائف ضد الغدة الكظرية. فالحالة فيه سيؤثر على المحافظة على ضغط الدم. نقطة أخرى، الجزء الثالث قد يفترض عمل الغدة الدرقية نتيجة نقص في أليف البوتاسيوم، ب اليود، ج الصوديوم، د الكالسيوم. الجزء الثالث أن أي اضطراب بعمل الغدة الدرقية سببه نقص عنصر اليود في الجسم. سيكون اختيارك الصحيح هو فرق ض عنصر اليود. الجزء الثالث، سؤال آخر، صح العبارتين الآتيتين الوجد بهما خطأ. أولا، فقط الغدة المصابية وسط التمام ومؤلفة من فصين أماميين وفصين خلفيين. الجزء الثالث عبارة خاطئة. سبق أن تعرفنا على الغدة المصامية وقلنا موقعها أسفل الدماغ وليس وسط الدماغ. التصحيح سيكون هنا أسفل الدماغ. وتعرفنا أيضا أنها مؤلفة من فص أمامي وفص خلفي وليس من فصين أماميين وفصين خلفيين. فتصحيح العبارة سيكون بالشكل الآتي، فقط الغدة النخامية أسفل الدماغ ومؤلفة من فص أمامي وفص خلفي. عبارة أخرى على الجزء الثالث، فقط الغدة الكظرية فوق الكلية وتكون هرمية الكبد ومكونة من طبقتين هما الكسرة واللوز. الجزء الثالث، هذه العبارة هي عبارة صحيحة. تعرفنا أن الغدة الكظرية أو غدتان كظريتان هما غدتان رجليتان شكل الطعام فوق كل كلية وتتكون من طبقتين هما طبقة خارجية تعرف بالقشرة الصفراوية وطبقة داخلية رمادية الدم تعرف بدور الغدة الكظرية. الجزء الثالث من الأسئلة أيضا على فصل الإفراز، لدينا سؤال صنف الغدد بالنسبة لطريقة إفرازها. الجواب على الجزء الثالث سيكون أن الغدد تصنف أو تقسم إلى ثلاث أصناف حسب طريقة إفرازها. أول، غدد ذات
الغدد الدرقية والغدد العرقية، وأعرف أن هذه الغدد قطع موادها الإفرازية من الإنسجام والهرمونات إلى آخره، أو أي مادة تقطعها أو تفرزها ستكون خارج الدم أو الدم بواسطة القنوات. القسم الثاني أو الصنف الثاني من الغدد هي غدد مختلطة، لها نوعين من الإفرازات، إفراز خارجي وإفراز داخلي. ولدينا في جسم الإنسان أمثلة كثيرة عن الغدد المختلطة ذات الإفرازين. من هذه الغدد هي غدد البنكرياس، وهي من الغدد المحققة للجهاز الهضمي، وأيضا الغدد الجنسية، وهي من التراكيب اللي تتكون الأعضاء التناسلية الذكرية والأنثوية. لدينا المريضان والصفيتان، تكون فيها نوعين من الإفرازات، إفراز خارجي وإفراز داخلي. أما الصنف الأخير من الغدد فهو الغدد ذات الإفراز الداخلي، أو الغدد الصنف، أو الغدد اللا قنوية، لا توجد فيها قنوات، تطرح موادها الإفرازية مباشرة بالدم بدون الحاجة لأغذية. لدينا أمثلة كثيرة عنها، تعرفنا في درسنا هذا على الغدد الدرقية والغدد الخضرية أيضاً، وأيضا في درس سابق تعرفنا على الغدة النخامية. عزيزي الطالب، سؤال: ما أعراض نقص الثايروكسين في جسم الإنسان؟ ستكون الأعراض هي أولا قلة في معدل التمثيل الغذائي، اثنين انخفاض بدرجة حرارة الجسم، وقلة في عدد ضربات القلب. سؤال آخر: ما أعراض زيادة هرمون الثايروكسين المخرج من الغدة الدرقية؟ الجواب سيكون أولا زيادة في معدل التمثيل الغذائي، ثانيا زيادة في عدد ضربات القلب، ثالثا ارتفاع في ضغط الدم، رابعا من الأعراض المترتبة على الزيادة بإفراز الهرمون أو هرمون الثايروكسين هي ظهور العضلات الهيكلية الإرادية. عزيزي الطالب، إليك النشاط الآتي: أي الأغذية التي يجب تناولها باستمرار كي نحافظ على الغدة الدرقية بصورة طبيعية؟ عزيزي الطالب، إن الأغذية الغنية بعنصر اليود هي التي تعمل أو تحافظ على نشاط وفعالية الغدة الدرقية، وإن نقص بعنصر اليود في أغذية الإنسان سيؤدي إلى قلة أو اضطراب بعمل الغدة الدرقية أو قلة في فعاليتها. أيضا عزيزي الطالب، الأسباب التي تؤدي إلى ضمور أو قلة فعالية الغدة الدرقية هي أولا ضمور الغدة الدرقية أي صغر حجمها، وثانيا نقص في عنصر اليود في أغذية أو نقص اليود في جسم الإنسان يؤدي إلى اضطراب وقلة في عمل الغدة الدرقية. عزيزي الطالب، إليك سؤال آخر ممكن أن يرد إليك: تضخم الغدة الدرقية، فهنا سيكون الجواب هو للتعويض. تتضخم الغدة الدرقية للتعويض عن النقص في عنصر اليود في الجسم، أو الضمور
تقلل الغده البراكتيريه بالتضخم وزياده الحجم التعويض عن هذا فسيؤدي هذا الى قله في افراز الهرمون الثيروكسين. اما الزياده في هرمون الثيروكسين المخرج من الغده الدرقيه فسيكون بسبب كبر حجمها وزياده في فعاليه الغده الدرقيه. وبهذا عزيزي الطالب نكون قد تعرفنا على انواع مختلفه من الغدد الموجودة في جسم الإنسان. عزيزي الطالب، في نهاية الدرس تحديات لك بالاستفادة، وشكرا أعزائي المشاهدين للمتابعة، وإلى لقائنا آخر في درس جديد من دروس الأحياء. إلى اللقاء. Thank you.